أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سلطة الرابعة الذي نتجول فيه معكم على الصحف والمواقع الإلكترونية العربية والعالمية لنطلعكم على أهم ما جاء فيها من عناوين. نبدأ جولتنا من موقع سبوتنيك الإلكتروني الذي نشر في أهم عناوينه عن مسؤول ليبي قوله البرلمان لا يعترف بأي توسعات في حكومة الوفاق، حيث قال فتحي المريمي مستشار مجلس النواب الليبي إن مجلس النواب يسعى لتنفيذ الاتفاق الذي تم التصويت عليه من قبل بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين. وأضاف المريمي في تصريحات لسبوتنيك أن أي تعديلات أو توسعات في حكومة الوفاق الحالية لن يعتد بها من قبل لمجلس النواب الذي لم يمنحها صفة دستورية حتى الآن. ليبيون يتهمون الجزيرة الوثائقية بفبركة فيلم عن درنة، هذا ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في أحد عناوينها، حيث فند سياسيون وإعلاميون ليبيون فيلما بثته فضائية الجزيرة الوثائقية عن مدينة درنة شمال شرق البلاد. قالوا إنه احتوى على أكاذيب واتهموها بتزييف الحقائق وتزوير الوثائق من أجل أجندة سياسية وإطفاء شرعية على الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أن الدوحة تصطف مع الجماعات الإسلامية المقاتلة في خطاب إعلامي متحيز يستهدف وحدة ليبيا. وفي صحيفة الأهرام المصرية نطالع مقالا للكاتبة هبة عبد الستار بعنوان أطفال أصبحوا كتابا مشهورين بسبب الحرب والإرهاب، فمن رحم المعاناة والألم دائما ما تأتي القوة ويولد الأمل، وهو ما حدث بالفعل مع الطفلة السورية بانا العابد التي تحولت إلى أصغر مراسلة حربية عبر تويتر تنقل للعالم أبشع المآسي الإنسانية التي قد يواجهها ويعيشها أي طفل تركت الحرب بصمتها عليها ونحتت وشكل ذكرى طفولته بالقصف ومعاناة الحصار مهددا بالموت في أي لحظة. وأما ملالا يوسفاز الباكستانية لا يختلف وضعها كثيرا، فقد نجحت الفتاة الباكستانية منذ كانت في 11 في لفت انظار العالم من خلال تدويناتها عن الواقع الباكستاني المرير تحت سطوة نظام حركة طالبان. والآن السورية بان العابد تستعد لإطلاق أول كتاب لها والباكستانية ملالا يوسفاز تركز على الصور في كتابها الثاني. أما في موقع العربية نت فنشر خبرا تحت عنوان أكبر بنوك قطر يخطط لرفع تملك الأجانب بحثا عن السيولة، حيث يعتزم بنك قطر الوطني رفع نسبة تملك الأجانب إلى حوالي ضعف بحثا عن مصادر تمويل جديدة بعد تقلص السيولة في الأشهر التي تلت المقاطعة الرباعية للدوحة. ويمتلك الأجانب حاليا ما يصل إلى 7% في بنك قطر الوطني، لكن البنك القطري يسعى إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة بعد مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات إلى جانب مصر للدوحة على خلفية تهم بدعم الإرهاب والسعي لزعزعة استقرار تلك الدول، ما أعقبه هروب كبير للودائع من الجهاز المصرفي القطري. قبل الختام مشاهدينا نترككم مع هذه الصور الكاريكاتيرية التي اخترناها لكم هذا اليوم، متابعة طيبة وإلى اللقاء.